كل التحيات موجهة لكم مشاهدينا وما كنتوا عم بتشوفونا عبر نيو فيجن تي في وببرنامج صرخة أمل. حلقتنا لليوم تحكي عن يحيى غنوم اللي أصيب بانفجار المرفأ والإصابة أدت إلى شلل، وخاصة أنه هو بحاجة لعلاج فيزيائي وأدوية وهو من عائلة معدمة جدا. القصة بالتفاصيل بتسمعوها من يحيى بهيدا التقرير، خلينا نشوفها سوا. بس هي كل حياتي، اكيد وضع العائلة. انا ما بتهمني حياتي، بتهمني حياة اخواتي البنات اهم من حياتي الي الشخصية، لانه هني مستقبل اليوم. وامي لو ما امي يعني انا بالشارع، هذه هي كل حياتي. انا عامل هلا لحد هلا 6 عمليات، عملت العمليات وزتولي برا، لا عملوا لي علاج فيزيائي، عندي علاج فيزيائي ما بينعمل. هلا اكيد ندمان على حياتي اللي مضيت فيها، يمكن غلطان كتير بحياتي، يعني عامل شي غلط بحياتي وربي ندمني عليه. ما عارف، يمكن هاي درس لإلي تصحيح طريقي، يعني رب العالمين اعطاني شي انه ابعد عن شي انا عامل غلط بحياتي. بنام ما بتحرك، لا بروح لا بجي، هلا نايم بالفرشة. الفرشة هلا حياتي المستقبلية هلا فرشتي كل شي. هي برا، هي انه بشوف برا، بشوف حياتي برا، هي الفرشة. ما عارف شو احكي، يعني من ضحرة قلبي عم بحكي، ما عارف. هيدي كل حياتي اللي انا عايشها، بشوف حياتي بعيون اخواتي، بشوف برا بعيون اخواتي. انا هلا محروم من برا، محروم من داخل الباب، ما عم بقدر اطلع. هي كل حياتي، انا عايش بحياتي كتير صعبة، يعني هلا رب العالمين عم بيعطيني امتحان ولازم اعيشه. أنا بس بطلب من رب العالمين إنه بس أقدر أمشي وأطلع لبرا، لحتى أقدر ساعد إخواتي، ساعد أمي اللي عم تتعب. حياتنا كتير تعب، أقسم بالله حياتي كتير تعب. انزل اشتغل انا على حسابي الخاص، انه ما اشتغل مع حدا، انزل اشتغل شغيل بالبور، اشتغل على التال، يعني يجي هيدا يعيط لي روح احمل له هيدي، يعني اخر النهار ما اقدر امن حق شي، يعني روح لمتنك وحديد عشان اقدر امن مصروف لإلي، يعني امن حق دخاناتي بالنهاية، وما اقدر. فصرت اترجى فلان واترجى علتان مشان اشتغل، ما يقدر حدا يشغلني، لانه بالنهاية ما بيشغلوا الا الغريب من الاخر، يعني ما بيشغلوا الا الغريب، ودولتنا الله يخليها يعني ما بتسأل عشعبها الا عشي وشي. المجتمع اللي نحن عايشين فيه اللي خلاني اعمل انا هيدا الزيت هيدا الشيء، لانه لا في مسند، لا في ظهر، لا في حماية،
يعني اي حدا بتروح تقصده بيقول لك لا في شغل، ما في شغل، ما في حياه، ما في طبيعه. فاضطريت انه يروح اشتغل على التيل بالبور لانه ما في عندي حدا. يعني روح اسال على شغل يقولوا لنا ما في، لانه انا الكبير بالبيت وما الكبير الا رب العالمين، يعني ما في من بعده. وهذا اللي بالنهايه بيركض ورا فلان ولا علتان، لانه كل شاب بتمنى يكون مثلي ما يجرب اللي انا عشته، لانه حياتنا كتير صعبه. كل انسان يفكر باهله وبناسه وبمعيشته، ما يركض ورا فلان ورا علتان ورا مذهب ولا واحد بيفيد حدا، لانه كل المذاهب بتركض لنفسيتها لشخصيتها بس، ما بتفكر فيك. انا لما وقعت ما لقيت حدا وراي، انا المذهب اللي كنت ركض وراه ما ركض وراي، انا حياتي دمرتها من ورا مذهبي. مذهب ماشي، نحنا كلنا بالنهاية اسلام واخوة وعرب، ما حدا يفكر ورا مذهبه، ما حدا يفكر بهيدا الشيء. فكر بس كيف بدك تعيش بيوميتك، بحياتك الشخصية، تأمن مستقبلك، تأمن حياتك لإلك لأهلك. فهيدي هي كل حياتي. هلأ كنت أول يوم نزلت على الشغل عادي، فكنت عم بشتغل فبسمع صوت يعني غريب. أول شي بتضوي الدنيا، من وجهنا بتضوي الدنيا، بيطلع صوت. أول شي بيطلع صوت عادي، دخنة انفجار. آخر شي بيطلع الانفجار الكبير، فأنا بطير مش بطير هالمسافة يعني، بطير فشخة يعني، وبقلب على بطني، بطل استوعب شي، بستفقد الوعي وبغيب عن الوعي. يعني هذا الانفجار كتير دمرنا، وجع انه ما بقدر اوصفه لأي حدا، لانه ما الله لا يدوقه لحدا يعني. هلا انا كنت عم بشتغل عادي دايما كشغلي، فجأة بيطلع الانفجار فينا. فجأة يعني بعد 25 يوم في بلاقي حالي على المستشفى، بتطلع بجسمي بيقولوا لي صار لك 25 يوم بغيبوبة، عايش صار لي 25 يوم بغيبوبة، أنا ما عارف شو صاير فيي بالدنيا. فجأة بلاقي حالي بيقولوا لي فيك كسر بظهرك، عندك تشقق بالرئة، جرح كلاوي، ما وجع كتير قوي بالديسك، وبخلفيتي في عملية العمود الفقري، مكسور عمود الفقري عندي، وجع ما يعني عم بحكي ووجع ما عم بيسيطر علي. ف وجع كتير قوي وحياتي كتير انه ما قادر انه اوصف لكم اياها بعد اكتر واكتر. وهلا عم بدوق العذاب اكتر هي امي وخيي الصغير وخيي الوسطاني، يعني كل اخواتي هلا عم بدوقوا حد المر، لانه لا بقوم لا بمشي. هي اكتر شي هلا اللي متضايقين علي انه ما بمشي، حلم انه يشوفوني اني عم بمشي، ما عم بقدر امشي، بدي علاج فيزيائي، ما قادر، ما عندي حدا يقدم لي العلاج الفيزيائي، حتى عربي ما عندي الا هاي شحنة شحادة، ما لهاش اجرام، شحنة شحادة هالعربي، واصحابي بيطلبوني فيها كل يوم والتاني.
وما قادر اجيب عربية. يعني هلا حق دواء ما عندي، دواء ما عندي، أب بصبر على وجعي، عندي دواء التهابات، عندي دواء للمسكن الوجع، عظم مسكن عظم وجع، عظم للفقرة وجع عظم للفقرة، عندي دواء للرواية، عندي دواء لتنزيل الحرارة، للإسهال، ما عندي شيء، ما عندي كل هدول الأدوية اللي قلتهم، ما عندي ولا حبة منهم، وما عندي حدا يجيب لي اياهم. مثل ما قلت لكم اخواتي قاعدين بلا شغل وبيبرموا بيبرموا لحتى لي يضبروا بس حق اكل، ما عندي شيء الا رحمة رب العالمين. مثل ما شفتوا مشاهدينا، هيدي قصة يحيى، مثله مثل كتار من ضحايا المرفأ، ضحايا ذكرى 4 آب، الذكرى الأليمة اللي اجت على لبنان. ومنعرف انه الدولة قامت بواجبها تجاه يحيى بكذا عملية متتالية، ولكن هالشي ما بيكفي، كونه يحيى بحاجة ماسة لعلاج دايم، لعلاج فيزيائي ولعمليات، وخاصة انه هو المعيل الوحيد لعائلته. ولما المعيل الوحيد او الشخص اللي مرتكز عليه العائلة بينشل، كل افراد العائلة بيتأثروا. فلكل أصحاب الأيادي البيضاء، ما تقصروا قد ما فيكن، تطلعوا بحالة يحيى، ساعدوا، مدوا له إيد المعونة، حتى تكون بالفعل لفتة خير وصرخة أمل.